شوف دلوقتي ايه هو عرق النسا، وازاي نقدر نفرق ما بين عرق النسا الحقيقي وعرق النسا الكاذب، وألم الحوض ده ازاي نقدر نتخلص منه ونعالجه بخطوات بسيطة. فيلا بينا. عرق النسا كاذب اللي هو موضوعنا النهاردة، هو ان العصب الورك ده هو ماشي في منطقة الحوض بينضغط في منطقة الحوض دي من عضلة اسمها البيروفورمس. العضلة دي موجودة في الحوض، بيعدي من تحتها العصب الوركي اللي جاي من الظهر. فلو العضلة دي ضغطت على العصب في منطقة الحوض تعمل برضو ألم في الحوض، وتعمل برضو معاك تسميع في الرجل. عضلة البيروفورمس او العضلة القمصرية دي هي اسمها كده، العضلة دي ما بتضغط على العصب ده بتعمل عرق نسا كاذب. اول حاجة بالنسبة لعرق النسا الكاذب، هنحاول نفك العضلة المشدودة دي، فالضغط من على العصب يقل. وأول حاجة معانا هتعمل كمادات مية دافية على منطقة الحوض لمدة مثلا 10 أو 15 دقيقة، وبعد الكمادات الدافية دي هتعمل مساج بإيديك على منطقة الحوض أو على العضلة دي. هتعمل مساج يكون عميق شوية، يعني اضغط بإيدك شوية وانت بتعمل المساج. هتعمل المساج ده مثلا لمدة دقيقتين. بعد كده هنخش على تمارين الاستطالة او الاسترتش. هتحط رجل على رجل، الرجل المصابة هي اللي فوق، وبعد كده تقوم ماسك بايدك العكسية بالشكل اللي عند ركبتك وتاخدها للناحية العكسية. هتحس بشد في المنطقة دي كده، كده انت بتعمل التمرين صح، هتحس بشد خفيف كده. هتعمل الاسترتش او الاطالة 20 ثانية ثبات كده، وتريح مثلا زيهم 20 ثانية. هتعمل كده مرتين. النوع التاني من الاسترتش او الاطالة، نفس الرجل برضه هتحطها على ركبتك التانية بالشكل ده، وتمسك ركبتك من هنا وتاخدها عليك بالشكل ده. هتثبت برضه 20 ثانية وتريح زيهم 20 ثانية. هتعمل كده مرتين. وانت بتعمل التمرين ده هتحس بإطالة او بشد كده في منطقة الحوض، كده انت بتعمل التمرين صح. التمرين التالت معانا هو تقوية او تنشيط لعضلة الحوض دي. هتنام على الجنب السليم وتبدأ ترفع ركبتك لفوق بالشكل ده، بس يثبت الحوض كويس وانت طالع ونازل. ما ينفعش ترجع وسطك لورا بالشكل ده، لا، ثبت الحوض كويس او ثبت وسطك كويس واطلع وانزل. هتعمل كده 10 عدات وتريح مثلا 20 ثانية. هتعمل كده 3 مرات. التمرين الاخير معانا هو تليين العصب الوركي. هتمسك من عند منطقة الفخذ بالشكل ده وتبدأ تفرد بركبتك اكنك بتشوط الكورة كده. هتعمل كده 10 عدات مثلا وتريح شوية. هتعمل كده مرتين. وبعد كده هتعمل تليين برضو للعصب على مستوى الكاحل. بعد ما تفرد ركبتك هتقوم واخد مشط رجلك عليك بالشكل ده. هتعمل كده برضو 10 عدات مجموعتين. ومع التمارين دي بقى تحاول تظبط القعده بتاعتك في الجلوس. لو انت مثلا بتقعد على الكرسي البار ده، لا، حاول تخليه كرسي عادي، عشان كرسي البار ده بيضغط على منطقه الحوض فبيزود مشكله عرق النسا الكاذب دي اكتر. لو انت بتقعد على الكرسي لساعات طويله حاول تقلل شويه، يعني مثلا تقعد مثلا ساعه الا ربع وتقوم تقف شويه، حتى لو دقيقتين كده تغير وضع جسمك وترجع تقعد تاني. وانت بتشيل حاجه من على الارض ما تشيلهاش بالشكل ده، لا، حاول ان انت تنزل على ركبتك، تمسك الحاجة كويس بإيديك، تكون فارد ظهرك وتشفط بطنك شوية وتقوم تقف في الحاجة، حتى لو حاجة خفيفة شيلها بالشكل ده.